الأشهر أنه فاكهة الكرة المصرية، لكنه أيضاً ساحر الكرة وصاحب الرأس الذهبية والغزال الأبيض والهر علي وهداف إفريقيا. هو أصغر هداف للدوري في تاريخ مصر، هو أول لاعب مصري يغزو اسمه القارة السمراء حتى توج بلقب أفضل لاعب في القارة كلها. هو أول لاعب مصري يقود فريقه للتتويج بدور الأبطال. بالطبع هو علي أبو جريشة، أحد أعظم من مارسوا كرة القدم في التاريخ الكروي المصري والعربي والإفريقي. علي أبو جريشة اسم تخطت شهرته الأفاق. علي أبو جريشة موهبة كروية فذة بلا مثيل في تاريخ كرة القدم. علي أبو جريشة نجم ارتبط به تاريخ كرة القدم في الإسماعيلي والإسماعيلية. علي أبو جريشة اسم هتفت له مصر كلها وغنت له مصر كلها، ولا تزال مصر كلها تنظر إليه في إعجاب بعد أن تدخل الموسم الماضي لإنقاذ سفينة ناديه من الهبوط. علي أبو جريشة صاحب تجربة تستحق الدراسة، بعد أن قاد الإسماعيلي مع رفيقه شحتة إلى درع الدوري عام 90 بجيل من المغمورين. علي أبو جريشة حدوتة مصرية تعالوا نحكيها مع المجري.